الجاردين ونفكر في المسؤوليه. احنا النساء اللي جات اللي بغات نهضوا الصوره حضاريه اللي بغات الصوره اللي جات اللي مستحيل نغيرها. أن هناك احتجاجا واحتقانا وغليانا وسط أسرة تعليمية. نطلب من المسؤول الأول أن يرفع هذه الرسالة لرفع الظلم والغبن والاحتقار الذي طال أسرة تعليمية. استقبالا هذه الجموع ديال الشغيلة التعليمية اليوم هي مقدمة استقبالا لجموع عامة قادمة. نتمنى من المسؤول الأول اليوم. كانت اتجاه الشغيلة التعليمية. نتمنى ان تكون وسط الشكل المطلوب. ونتوجه الى حكماء وعقلاء الدولة. ان مبدا التفاهم الكرة مستطر في مشروع من الادبيات ديال الدولة. نتمنى ان يرى طريقه للتنفيذ. نتمنى ان يرى طريقه للتنفيذ عبر ارجاع الحق الى اصحابه، لان هذا الحق قد اغتصب وسلب من اصحابه. هذه المسيره اليوم هي مقدمه لمسيرات القادمه. ما عندها الشغيله التعليميه ما تكسب. باش نوضحوا لمجموعه من الاخوات والاخوان ماشي الشغيله التعليميه. الحاضرين والحاضرات معنا، ان الذي حدث هو ان حركه انتقاليه تم منتصف التعليم ومنتصف التعليم طالها بزواج. ما عندها تبعنا
أن المنتصر منتصر في التعليم كتحكم عليه كتستغل فيها في حين أن الناس 20 سنة و 30 سنة كيبقاو في أمراضهم